متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس مفتوحة في مدينة حائل، وفي هذا المساء نتواجد عند ابن صنعة فلاح بن سالم ابن صنعة الجعفري عنزيه. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك برضه. أول شيء نبارك لك بشهر رمضان، حنا بليلة من ليالي رمضان. الله يبارك بأيامك ويسعدك ويجزاك خير. طيب، احنا بتواجدين الرب عندك، وحدثني عن شبتك الله يطول عمرك. والله الحمد لله والشكر، احنا يشرفنا لما يجي مثل هالجهه الطيبه الحقيقه، واكرمنا فرحان المطرف الله يجزاه خير. قبل ليلتين قبلت في المكان ما، وقلت القهوه والاستجاب، والجميع والله يشرفنا انهم يجون. الحمد لله والشكر، وبهذه الليله المبروكه والوقت الوسيع الحمد لله، وحنا ما نبيكم بعد يعني تخلونها اجابه على مدى. طيب، يكون متواصل ان شاء الله. ان شاء الله الله يطول. موقعك وين الله يطول عمرك؟ والله حنا بالنقره طال عمرك، مخطط الياسمين اظن كذا. اي نعم، قال مخطط الياسمين عندكم من النقره؟ هذا مخطط الياسمين ما شاء الله، لان عندنا بالشمال مخطط ياسمين. اي الله يطول عمرك. انت شاعر الله يطول عمرك، ومسمينك شاعر الانصاف، وانت تستاهل. الله في بيتين كمقدمه حضورها الرابع شيء. يبارك فيكم الله، اول شيء الله يحييكم. احنا مخلينا الفرصه للشعراء، وان شاء الله انهم يجيبون لنا ما اعطاهم الله من الشيء المفيد، وخاصه النصائح ما نستغني عنها. انا عندي مره بيتين بس. يقول الصديق اللي صفى لك بالوجود، هو محل الصدق ما تنسى جزاه، الرفاقه بينهم حبل مدود، ما يتحسس ما يتجسس من وفاه. خل عنك الرسم ردك العدود، محل شرب الزلالي محلها رجال رجال، مرقاها سنود والامور الطيبه من استوى وسلامه. صح لسانك، الله يعطيك العافيه. ولو افتخر بعد الله سبحانه وتعالى باخوي الكبير محمد بن سالم. هو نعم والله الصنع طال عمرك، وشاعر مخضرم وله تاريخ طيب، ويمكن انه يعطيكم ان شاء الله نصيحه ولا شيء اذا طلبتم. وان شاء الله احنا لا نبي نطلب منه ان شاء الله. ما شاء الله يتواجد الحضور الطيب من الشيوخ واحبه ومحبين لابو بدر ما شاء الله. ونبي ناخذ عاد لقاء مع ابو سعود. الله يمسيك بالخير. لا خله شلونك، احنا نسجل برنامج الحين، مجالس مفتوحه في مدينه حائل، وهالمجلس المبروك نبي نسجل. مجالس مفتوحه في مدينه حائل يسجل هو، عطنا من معطك الله، يعني نبغى النصيحه، يبغى للشيء. اي نعم، نبي نسجل كلمات طيبات من عندك الله يطول عمرك. هذا طال عمرك نواف الحسني اعلامي. اي نعم، يمكن ان عندك نصيحه. اي والله ما عندي نصيحه. لا احسن كلامك كلك ما شاء الله. عندي كلمه من شانك ما بقولها. طيب، هذا يوم ظهر البير، هذا قالوا البير يبري العمياء، وتليمت الناس عليه. ما اعرف من يوم قمت اغسل منه واشرب منه، بس قم الى فان عيون ما مر الحلي يا مر شوي مار بن جروان مار ندمه ومرز بن بها، ومتوجين يوم الباديه قبل، ويوم تمثل السنين يوم الحلال، ومسوون له بيوت ما اشوف في غير الهمل ذاهب اني. اي قلت البارحه دكيت بالقلب والوال، عده يقلب فوق حامي جحيمه، يا الله يا عالم خفيات الاحوال، تفرجه موم لعيونه سقيمه، يا مرجع للارض من عقب المحال، مخضر فياضح عقبالي هشيمه، شوي ما قال وقلت من عرض من قال، يقول من زين المثايل فهيمه، بموزره نطيت بين ضيت البال، ولا شفت نزل القاطنين بخريمه، ما حدا ما نزلهم نزل فيه نزال، وترحل بثرهم عقب يوم نتزيمه، وفيضت بالعالي من الدمع همال، تبكي عليهم والدهر شفت ضيمه، تبكي على جيل فلت قبل هيال، مثل حصاد الزرع يدنا سليمه، هل الادوات ملونات بالاشكال، يا غانم مثل الجواز وريمه، ووضحم تصفق بالعثامير ودحال، يرعى طرف ما سكنه فيه وخيمه، نزات بالخوف لو عندك تال، عز العشاير يجذبهم رزيمه، بقلب خيالهم بالكون ما ظله افعال،
وينطح غياب القوم يرمي عديمه وهذه مساتين ملي فروح نيان الله يجزاك ومقيضهم تايمه اليلوى حميمه وعقب المقيض بطيح الوسم شيال شدوا البروق المزنه صك خيمه يتلون شيخ للثقيلات شيال وخوره مشاتيم وشرج غنيمه وفيض على الزبنه همليل وخيال وقمر نصيه نابت مع جميمه به الجوازي والحباري لها جوال ونبت النفل والعشب يرفع يركب طميمه وتيم حكمها وعزها بس رجال خمسة رجال وقواس وعزيمة مشى بسهوم الموت لعداه كتال وودع عطام أعظام الروس نثر وحطيمة عديم جبار على الموت ما سال ومغيض عقب ابناه رمى ثليمة وخلى المهونة والمذلة للأنذال وعذ جنابه ما يجيها جريمة واليوم تال الوقت شفت الدهر مال وخفيها والغيب ربي عليمه وش عاد لودمه تعرم على الجال وشعيبها من السيل توحي لطيمه وين الجهام اللي ورده الهضلال وادواد عليها الرويت وسيمه قلب زمان فات وسنينها اسماء قباقت الخطار يا جعتيمه والعمر ما يبقى سراميد الاوطار وعليه تراب الجرف اليرمى وهديمة ما حدا سوالف متعدد بالامثال وكل نوع عمله وسط حبرة كريمة عسى لهم في جنة الخلد منزال رياض الجنان وسكنه وسط خيمة وصلاة ربي عد ما صب همال وعلى النبي صليت يا سامعين محمد بن سالم الفلاح الله يجزاه خير يجزاه خير والله الله يرفع قدرك الله امين وبيض وجهك شكرا لك والله حنا حضر شاعرنا فرحان ودنا الفرحان ايوه ما شاء الله التواجد ما شاء الله تبارك الله الشاعر سعود بن عويه ونعم حضر الشاعر نبي سلم عليك الشاعر سعود بن عويه ما شاء الله تبارك الله الحضور الطيب صار النبي اليوم يسلم الشاعر سعود ما شاء الله تبارك الله اجتماع عند ابو بدر يستاهل ما شاء الله تبارك الله خلاص يا حمار شو اسمك؟ اسمي نايف هو نعم يا نايف هو نعم ومن اليوم انتم واقف بداله والعلم الطيب هو نعم والله هو نعم هو نعم هو نعم والله لا والله ما ابو فيصل احنا عند ابو بدر وكلمه لابو بدر خلنا نسجل والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مباشره فضيل نقول تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ابو بدر ما هي اول مره عادته ودائم جمع الغانمين الله يستر عليه الله يجزاه خير ان شاء الله نتمنى له التوفيق هذا لا ان شاء الله الله يجزاه خير شكرا لك يا نواف الحسني على اجتهادك وتسجيلك والمجالس المفتوحه وندل على شيء يدل على طيبك ووفاك وحرصك على النشامه الله يجزاه خير وجهك 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 الله يكرمك معنا الشاعر سالم نعمير نبي بهالمجلس به احنا ما ادري لك عندنا قصيده انت هلا هلا طيب لا ها وين بكيفكم ما عنده ما تكلم قبل ها ماكله يعني لا لا بس هو لي عاد معك قصيده ولا شيء ما بالقصيده معك كلام من حلو كله وين الله محليك ما شاء الله والشيخ طيب مو مشكلة احنا نجتمع عند ابو بدر نبي كلمة لابو بدر والله على الكلام عند هذا والقصيد يلا خلاص يا ابن عمير خلاص السالفة يا مرحبا يا هلا ابو عبد الله الله يحييك شعر كلام كيفك المجال مفتوح عندك اول شيء انت يا ابو عبد الله اعلامي متألق ومتواجد دائم مع بني خيك ومع جميع اهل منطقة حايل لا جاء ابو سعود نايم احنا نقول على مين ابو سعود عينين في راس طول عمرك طول عمرك وابو بدر الله يكثر خيره اليوم جمع هالحوات الغانمه وهذه فرصه ان الناس يعني بما ان في شهر فضيل الناس يتواصلون ويشوفون بعضهم
والله يجزاه خير. أما بالنسبة للقصيد والله ما أدري وش القصيد فيه، يمكن بيتين يقول عطنا مختصر مشان نزل علينا ضيف غالي ومحشور، ضيف مجيه بس سنة بس مرة، له قدر لكن ما يجي ضيف معزوم، ما ينتظر متى المعزب يمره، ينزل علينا بليل ومرحاله بيوم، واللي رحل بعض العرب ما يسره، ناس على فرقاه بنفوسهم لو، وناس على فرقاه فيهم مسرة. سلام. الله يعطيك العافية. خالد نعمير الغضري. أبو سعود خليفة التماني. هلا أبو عبد الله. نبي مشارك الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. نقول بيض الله وجه أبو بدر على جمع الحوات الغانم، هاي غريبة على أبو بدر جمع الحوات الغانم، وأقول كلمة نعم يستاهلها من كسبها. من دونها مثل الجبال الشواهيج، رجل بروحه دون ربع قلبها، يرخص حياته بساعتين ينشف الريج، ورجل ببيته جود كفه وهابها، مدهال بيته للنشام المطليز. شرواك. نعم نعم نعم. الله يعطيك العافيه ابو سعود. ويتواجد معنا الشيخ الله يطول عمره كريم سعد ابو ماجد. يا مرحبا، حياك الله. الله يمسيك بالخير. يا هلا يا مرحبا. يا هلا، ولا نشرف انك تكون معنا بهالجلسه المباركه. الله يطول عمرك، انت دائما وانت متواجد الله يحفظك. وابو بدر بيض الله وجهه على جمع الرجال الاوفياء الشيوخ والشعراء، وبيض الله وجههم جميعا، وبيض الله وجه من كان السبب الجمع الليله. ابو سعود الاعلامي المميز، الاعلامي والشاعر، ها قدمك على ابو ماجد. الله يحفظك. الكلمة عندك الله يطول. شكرا لك اخوي ابو عبد الله، انت رجال ما شاء الله عليك وافي مع الجميع ومنشط ما شاء الله عليك، واتمنى لك التوفيق. واشكر اخوي الشاعر فلاح بن صنعاء على دعوته لنا الليله، واجتمعنا وسلمنا على الربع المبطين عنهم، وشعراء وادباء ورجال الحقيقه مشاهدهم يسر الخاطر، وانت الله يعطيك العافيه وشكرا لك. الله يعافيك. انت زود يعني الحائل ما شاء الله، انت رجل شاعر واعلامي، وانك نزلت حائل نقولها الله يحييك. يا هلا ابو سعود، ساعة المباركه والله. الله يحفظك الاعلامي والشاعر، الحائل كلهم خير وبركه. الله يسلمك، يطول عمرك يطول عمرك. ما شاء الله يتوجدون هالنشامه ما شاء الله. احد عندك كلمه؟ سعود عوي ما تخليها تعديها. ما لازم يساعد ابو خير. هنا هنا يبي الكلمه منك هذا. هلا يا ابو عبد الله. عبد العزيز نبيت شاعر انصاف فلاح بن سالم الله يطول عمره، ودائم الغنم من عنده ما هي غريبه عليه جمعهم، وجمعه طيبه، وجهه طيبه مثل هالوجيه. ولو نبي نتكلم نعجز على الكلام بابو بدر، يستاهل يجمع الغانمين ويجمع الحوات الغانمه عنده والله يطول عمره، ولا من قصور بالجميع. بعدكم والله. وشكرا يا ابو الله يطول الله يطول عمرك. هلا ابو، ضيعت الاسم، ابو من؟ خالد. هلا ابو خالد، حياك الله. الله يسعد مساك. كفى ووفى والجماعه الله يطول عمارهم عند ابو بدر، ما عليهم زود ابد، الكلام اللي هم قالوا كفي. بيض الله وجهك. جزاك الله خير. هلا ما شاء الله، الله يمسيك بالخير. يا هلا بالسلامه. يا هلا، احنا نجتمع عند ابو بدر. كفوا الشعار وكفوا ولا قصروا. الجماعة مجلس شاعر الرصاف. أيوة نعم والله. ويتواجد معنا الشاعر السعودي، يلا حيه. يا هلا الله يسلمك. شكرا الله بالخير. شكرا الله. أنا ما سلمت عليك، باخذ معك اللقب وبعدين أسلم عليك. لا والله والله احنا بنسلم. شلونك عساك طيب؟ كيف الحال؟ شلونك؟ يا أخوي أنت بلاش، أنا من يوم اللي جيت إلى والله أنت تصور هالحوارات الغانم. الله يطول عمرك. أي والله احنا مجلس أبو بدر والله فلاح. الله ونعمك أنت وياه. ونبي عاد قصيدة ولا بكيفك؟ العالم يقول ميكروفون عندك. الله يسلم الجميع، يسلمك أنت وياهم، يسلم رعى المحل شاعر الأنصاف. فلاح بن صنعاء البناخي بن العم، وجمعنا بخونا العزيز الكبير كبيرنا ابو سعود محمد ابن فلاح الوافي الشاعر. الله يجزاك خير. وجميع الحاضرين والله، جميع الحاضرين تشرف بهم، وبيض الله وجيهكم جميعا. ما ادري وش عندي من قصيده، انا القصيده اكثرها مضيعه. شوف ان المنت مضيع، هل المنت مضيع؟ ما شاء الله انت مخزونك واجد ما شاء الله. الله يسلمك. فيه قصائد نبي تفطن بيني انا وواحد انا عتيبي توفى الله يرحمه ويبجيكم. قال له مطلق بن خالد الخضري الدعجاني العتيبي. نعم. سوى له قصيده وباخر القصيده وجهها يمي.
يقول إن كان أبو خالد غدا فيه تيار، أبو خالد عدله يقول ما أدري من هو، يقول إن كان أبو خالد غدا فيه تيار معاتي التيار قدمه جماعة جماعة فيهم إن العام نحتار أجريت ميزناه جهم وانطباعه تصفق كما صفق الهبايب للأشجار وراعش راعش راعي مل منها مشراعه قوم تقضي قدار وتعمر قدار ولا تتقى في رايها ربع ساعة أمرار تقى الحق وفينا الأشباع وأمرار ما بين الرقى والقطاعة وأمرار تقى الحق واجب الضيف والجار والجار وصابه وديع الشفاعة يسعود هات الراية نخر الأحرار مثل أخي صبل وفطال باعة أخذت لك يسعود بالوقت مشوار وبعد التجارب صار عندك قناعة أنا احتزم وولع النار بالنار ونجدة عميلك بلق من دراعه والله ترك المشوار وغض الأبصار وجوز من سوقه وسعر البضاعة تمت وصلى الله على سيد الأخيار اللي هدفنا من التهوى اتباعه اللهم صل وسلم على النبي محمد هذا يقولها الخضري الله يرحمه الله يرحمه قلت حي الجواب اللي فاني بالأشعار حي الجواب اللي فاني بالأشعار هليت هليت